أخوي الأكبر أحمد يشتغل في مطار سيب الدولي كرجل إطفاء. بعد ما خلصت السنة طلع عن وظائف في كإطفائي. تعرف الإطفائي بعض الأحيان أو كثير من الأحيان لازم يكون رجل يعني رياضي. لما قدموا الوظائف هذه فكان اختبار، في اختبار رياضي، يعني بعض الركض المسافة تقريبا 3 كيلو، في أشياء كثيرة. فالحمد لله رب العالمين قدمت على هذه الوظيفة، توفقت وجبت المركز الأول في جميع الاختبارات اللي كان مطلوبة للوظيفة الحمد لله. يعني بعد الثانوية ودراسة سنة كاملة في المعهد، الله وفقني واشتغلت لفترة تقريبا ما يقارب ما بين 8 إلى 9 أشهر في مطار السيب كرجل إطفاء. من الصفر السبت 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.